وزي ما اتكلمنا على القيمة التسويقية للاعيبة النادي الأهلي، هم الأعلى في أفريقيا. نادي الأهلي الأغلى في القيمة التسويقية للاعبين في موسم 2021-22، القيمة التسويقية بتبلغ 26 مليون و45 يورو، بينما الترجي 17 مليون يورو و90 ألف دولار. الأهلي صعد لمنصة التتويج 141 مرة، يعني النادي الأهلي في جميع البطولات صعد للمنصة 141 مرة. النادي الأهلي صاحب 9 بطولات أفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله يتوج السنة دي بالعاشرة بإذن الله رب العالمين. نادي الترجي صاحب 4 بطولات. النادي الترجي على المستوى الأفريقي صاحب 4 بطولات أفريقية. نادي الأهلي أكثر فوز بالبطولات. نادي الأهلي 141 بطولة زي ما قلنا، 42 دوري، 37 كاس، 11 كاس سوبر، 7 بطولات كاس السلطان حسين، 16 بطولة دوري القاهرة، كاس الجمهورية العربية المتحدة، وكاس الاتحاد المصري، وزي ما قلنا 9 دوري أبطال أفريقيا، وغيرهم بقى كمان 4 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اللي هي الكونفدرالية، و7 كاس سوبر أفريقي، وكمان بطولة كأس الكونفدرالية وكأس الأفرو آسيوية. يمكن كأس الأفرو آسيوية دي كانت أيامنا، يعني أنا شاركت فيها، كانت أيامنا، ما اتعملتش بعد كده. وأربع بطولات للأندية العربية. بتكلم على النادي الأهلي العالمي، النادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية. وعلى فكرة لما بنيجي نتكلم على صاحب الأرقام القياسية وبنتكلم عن النادي الأهلي، النادي الأهلي لما بيحطم أرقام قياسية بيحطم الرقم اللي قبله اللي هو برضه لحساب النادي الأهلي، يعني الرقم السابق بيبقى باسم النادي الأهلي برضه، والنادي الأهلي بيحاول يعمل رقم قياسي جديد. يعني احنا واخدين الحمد لله رب العالمين، النادي الأهلي واخد 9 بطولات في أفريقيا، بيبحث عن العشرة، هو الأعلى وهو صاحب الرقم القياسي، وعايز العشرة إن شاء الله، وده رقم قياسي، يعني تحطيم الأرقام القياسية برضه من النادي الأهلي على حساب النادي الأهلي نفسه. نادي الترجي صاحب 63 بطولة. نادي الترجي عنده 31 دوري، 15، احنا بنتكلم عن تونس، 15 كاس، 4 كاس سوبر تونسي، و4 دوري أبطال أفريقيا، 1 كاس سوبر، 1 كاس كؤوس أفريقية، 1 كاس الاتحاد الأفريقية، 1 بطولة أفرو شمال آسيوية. يبقى احنا بنتكلم عن فرقتين، ممكن نقول النهارده عنوان نقول صراع العمالقه. صراع العمالقه. وواخد كمان 3 كؤوس عرب انديه ابطال وكاس سوبر عرب. فالنهارده بنتكلم على فرقتين تقال من العيار الثقيل، يمكن نقدر نقول عليه نهائي مبكر. نهائي مبكر بين فرقتين تقال قوي، واحنا مش عايز اقول بقت موضه، لا، احنا تعودنا الفتره الاخيره كلها ان الاهلي والترجي هيقابلوا بعض. فين؟ مش عارفين، مره تلاقيهم في دور ال 16، مره تلاقيهم دور المجموعات، مره تلاقيهم في دور الثمانيه، دور الاربعه، تلاقيهم في الفاينل زي ما حصل في مباراتين مع بعض. تلاقي الاهلي والترجي دايما دايما بيلعبوا مع بعض في البطوله الافريقيه، ده يدي انطباع ان فرقتين كبار، فرقتين. طبعا النادي الاهلي لو اتكلمت عن الارقام مفيش زيه. وشفنا الارقام على الشاشه واتكلمنا عنها واحده واحده، طبعا تحطيم الارقام زي ما قلنا القياسيه، النادي الاهلي بينافس نفسه. ولكن في نفس الوقت نادي الترجي فريق عريق، فريق كبير، ليه صولات وجولات في افريقيا، هو بعد النادي الاهلي واخد 4 بطولات في افريقيا. بين النادي الاهلي وبين الترجي كان في 18 مباراه على المستوى الافريقي ابطال الدوري. ال 18 مباراه دول بيحكوا قصه قمه الاهلي والترجي. التاريخ بيحمل الكثير والكثير من الجوانب اللي بتحمل قصه المنافسه بين النادي الاهلي ونادي الترجي. على مدار 18 مباراه سابقه بين قطبي الكره المصريه والتونسيه، التاريخ بيقول لنا ايه؟ التاريخ بيقول لنا ان كان في قصص رائعه جدا بتخص مواجهات الفرقتين. يمكن زي ما قلت لحضراتكم، أنا سنة 1990 كانت أول مواجهة بين الأهلي والترجي في تونس، وكان ليا الشرف إن أنا ألعب المباراة ديت، وتعادلنا 0-0. على مدار 18 سنة الأهلي بيتفوق على الترجي في تاريخ المواجهات في دوري الأبطال، بنتكلم عن دوري الأبطال.
نادي الاهلي والترجي اتقابلوا 18 مره. نادي الاهلي كسب 6 جولات. نادي الترجي فاز في 4 جولات. والفرقتين اتعادلوا في 8 مباريات. نادي الاهلي ليه 22 هدف. نادي الترجي ليه 15 هدف. حتى الارقام هنا برضو في صالح النادي الاهلي.